العصر. مؤلفات ديوان الوائلي في جزئين، والشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر، ولغة الشعر العراقي في القرن التاسع عشر، وثورة العشرين في الشعر العراقي في قصيدة في العيش لنا حق. فهي أيها الشرق حياة كلها رق، فليس الحزم أن نشقى وفي العيش لنا حق. تحفز أيها الشرق فإن الحق للقوة، وقم نستقبل الفجر فقد لاح من القوة. أيستمتع بالنور من استسلم للغفوة، فليس الحزم أن نشقى وفي العيش لنا حق. تيقظ وقت عن نوم فإن النوم قد طال.